كوتش، اي هوب يو غانا هاف ا جود تايم. مستر موسيماني، اتمنى ان تقضي اوقاتا ممتعه. رجاء اخبرهم من اين اتيت والصعوبات التي اجتزتها في حياتك وكيف اصبحت المدرب الافضل في افريقيا. انا اعلم المعاناه التي تحملتها وكيف تحملت الصعوبات التي واجهتها، ورايت ترحالك في ارجاء العالم، والان اصبح الجميع يقدرك ويفهمك بشكل افضل. أعلم أن كابتن سيد عبد الحفيظ معك الآن، والشيء المشترك بينكما أن كلاكما يكره الهزيمة وتحبان الفوز في كل أنواع المباريات، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة. أتمنى لمستر موسيماني المزيد من النجاح. عملت معه لعشرة أعوام، وهو شخص مرح جدا عندما تقترب منه أكثر. مستر موسيماني لما جه مصر كان أول مدرب أفريقي أن أشتغل معاه كمترجم، وكنتش عارف يا ترى الأمور هتمشي إزاي، خاصة كنت شغال مع واحد سويسري، وأنت عارف السويسريين إزاي كل حاجة مظبوطة. وبصراحة من أول تمرين نزلت معاه حسيت ده في منطقة تانية، راجل بيهتم جدا بالناحية بالتفاصيل الصغيرة، النواحي الفنية كلها بيديها اهتمام، النواحي الإنسانية كل لعيب بيتكلم معاه، ويعني يعتبر زي اب اللاعبين. وشفنا لقطات كتيره بعض اللعيبه بتسجل اجوان وبتيجي تحضنه وبتحس ان هو ابوها. الحته طبعا الفنيه انا مش هنحكم احكم عليها، بس انا طبعا شايفه بيهتم بكل التفاصيل، بيذاكر كل الماتشات اللي الفرقه بنلعب قدامها، بيدي اهتمام لكل التفاصيل الصغيره، ويمكن ده احد اهم اسباب نجاحه، الاهتمام بالتفاصيل الصغيره. فانا بقى عن سابق عمر يعني انا فعلا مستمتع بالشغل معاه. يمكن ما جاتش فرصه ان اقول لك يا مستر موسيماني قد ايه انا سعيد بالشغل معاك، وانا بقولها لك قدام الجماهير والناس المتفرجين قد ايه انا سعيد بالشغل معاك، واتمنى يا رب نفضل نكمل على طول ونحقق كؤوس وميداليات وانجازات كبيره للنادي الاهلي ونسعد جماهير النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا هي علاقه جيده جدا جدا الحمد لله. مستر موسيماني من الناس القلائل اللي انا قابلتهم في حياتي، راجل عنده خبرات كبيره جدا جدا في الحياه بعيدا حتى عن الجزء الرياضي. استفدت منه كتير جدا جدا، راجل حكيم جدا، يعني كل كلامه انا بطبقه وعندي في شغلي في حياتي، لا يعني في فايده كبيره جدا بعيد حتى عن الجزء الرياضي. بالنسبه للجزء بقى بتاعنا الرياضه والكره القدم والاصابات، احنا بنتعامل مع بعض بمهنيه عاليه جدا، بحرفيه عاليه جدا. ما فيش مرة جه مثلا قال لي الإصابة دي ليه تطول، الإصابة دي ليه ننزلها دلوقتي. الراجل في ثقة عالية جدا بيننا وبين بعض، يعني تقريبا كل اللي احنا بنقوله الراجل بيستمع ليه جيد جدا، والحمد لله الثقة ديت مش من فراغ، يعني الثقة دي بتتبني مع الوقت، والحمد لله يعني الحمد لله الثقة دي بقت موجودة وبيستمع لينا جدا، وما فيش أي تعليقات مش كويسة منه في أي حاجة الحمد لله.